الحقيقة إن انتقال اللاعب امبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد شاغل بال كل المهتمين بالكرة العالمية بشكل كبير جدا، وخاصة انتهاء علاقته بباريس سان جيرمان. تاني أقول لحضراتكم إن إحنا هنتكلم معاكم في هذا التقرير عن انتهاء علاقة امبابي وفريق نادي فريق باريس سان جيرمان، ولكن المرة دي عايزة أقول لكم إن المحاكم هي اللي هتنهي علاقة اللاعب بباريس سان جيرمان، وده طبعا وفقا لتقارير صحفية فرنسية قالت إن العلاقة بين النجم الفرنسي كيليان امبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان قد تنتهي في المحاكم، وده في ظل عدم دفع الأخير رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة للاعب اللي رحل رسميا عن الفريق خلال الصيف الحالي. وكان ريال مدريد قد أعلن عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة مجانية، وده بعقد لمدة 5 سنوات ليستمر مع الفريق الملكي حتى عام 2029. وقالت صحيفة ليكيب إن باريس سان جيرمان لم يدفع رواتب كيليان مبابي عن شهري أبريل ومايو، علاوة على ذلك إنه لم يتمكن أيضا من دفع راتبه لشهر يونيو، وذلك انتقاما لرحيل اللاعب في صفقة مجانية إلى صفوف ريال مدريد. وذكرت الصحيفة الفرنسية إن ناصر الخليفي رئيس نادي الباريسي قرر من جانب واحد اتخاذ هذه القرارات بعدما دفع المكافأة المستحقة لنجمه كيليان امبابي بالإضافة إلى راتب شهري مايو وإبريل. وأشارت الصحيفة إلى أن محامي الطرفين يجب أن يتفقوا على أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تخلي اللاعب عن مكافأة الولاء بقيمة 80 مليون يورو، خاصة بعد رحيله عن الفريق بشكل مجاني. وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف 2017 قادما طبعا من فريق موناكو في صفقة وصلت قيمتها وقتها إلى 180 مليون يورو، ولعب بقميص الفريق لمدة 7 مواسم طبعا العديد من الألقاب. وبحسب صحيفة ماركا الأسبانية فقد اتفقت إدارة ريال مدريد وكيليان امبابي على أن يكون ظهوره الأول على ملعب سانتياغو بعد مشاركته المنتظرة مع منتخب بلاده فرنسا في نهائيات كأس أمم أوروبا، والمقرر إقامتها في ألمانيا ما بين 14 يونيو و14 يوليو المقبل. وأضافت الصحيفة إن مبابي سيظهر بالقميص رقم 9 اللي هيرتديه في أول موسم له في صفوف ريال مدريد، وسيكون مبدئيا يعني هنشوف إن هم بيقدموا الصفقة يومي ما بين 15 أو 6 يوليو المقبل، وده هنشوفه متواجد بقميص ريال مدريد على ملعب سانتياغو أمام جماهير الريال لتقديمه بشكل رسمي، وأيضا هيكون في حفل مميز. أكيد طبعا كل محبي وعشاق الكرة العالمية عندهم طبعا حب وعشق كبير جدا للاعب كيليان امبابي، نتمنى طبعا إن خلال الفترة اللي جاية نشوفه بيأدي طبعا بنفس أدائه وبيأدي بمردود قوي جدا في صفوف الفريق الملكي، وطبعا أزمته مع فريق باريس سان جيرمان تنتهي على خير. ودي كانت تغطية خاصة من داخل صالة التحرير اليوم السابع، انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى على مدار اليوم، وشكرا لحضراتكم.